القيمة المضافة والنقيب سلمنا للضرائب، واحنا لبسنا في الحيط. طيب الأول نقول، هل قانون القيمة المضافة قانون أصدره نقيب المحامين ولا صدر في مجلس النواب؟ مجلس النواب ده مش كان فيه محامين ومهندسين وزراعيين ومهنيين ووافقوا عليه وصدر؟ على فكرة كتير من النواب دول اللي وافقوا على القانون محامين، ومش بس كده كمان دلوقتي بيزايدوا علينا احنا قانون القيمة المضافة. طب انت ما اعترضتش ليه لما كان القانون موجود؟ ومع ذلك لما صدر القانون انا عملت اجتماع في النقابة لكل النقابات المهنية، واصدرنا بيان بنندد بيه بالقانون، وقلنا هناخد حزمة من الاجراءات منها الطعن. وطعن الطعن رحنا امام المحكمة الدستورية بعد ما، لكن حصل ايه عشان تعرفوا نقابة المحامين عملت ايه؟ توقف القانون في تعامله مع المحامين لغاية ما طلعت اللائحة التنفيذية اللي قعدت 8 شهور. 8 شهور نفاصل في اللائحة التنفيذية. على فكرة اللي ساعدني في ذلك الوقت في الموضوع ده الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، الدكتور علي عبد العال المحامي، يعني عشان يعني كل واحد ياخد حقه. وتم إرجاء تنفيذ العمل بال قيمة القانون المضيفة. القيمة المضافة ده بيقول ايه يا اخوانا؟ بيقول اللي ما يقدمش اقرار شهري يتحبس، اللي ما يتقدمش لاثبات يسجل نفسه في البتاع يتحبس، اللي ما يدفعش يتحبس. ماشي، 3 حاجات حبس. احنا عملنا ايه كمحامين؟ عملنا بروتوكول اتعدل بيقول الاتي، احنا بندفع القانون بيقول 10% من اجمالي الدخل، ده قانون القيمة المضافة. يعني انت دخل لك 1000 جنيه تدفع 100 جنيه من الالف طبقا لقانون القيمة. لا تخصم مصروفات زي الضريبة العامة ولا تخصم اي اشياء اخرى فيه منه. طيب احنا قلنا لا، مش هنقدر ندفع، لانه لو انا دفعت 10% هبقى تحت رحمة مأمور الضرائب اللي هيحدد لي 10%. ما انا مش هقول الرقم بتاعي انا خدت 1000 انا خدت 2000، حتى لو كنت اخد 100 بس هو مش هصدق ان انا اخد 100، فيحط اي رقم مضطر يدفع يبقى متهرب وروح سجن، ودي جريمة مخلة بالشرف. خلوا بالك كل جرائم الضريبة مخلة بالشرف. قلنا لا، مبلغ مقطوع. طيب يدفعوا ازاي؟ يدفعوا عند رفع الدعوة. مبلغ مقطوع 20 40 60، النقد بس اللي تحت الحساب ده. عمل ايه؟ خفف عن المحامين مسؤولية التهرب والتقدير والتقديم والإقرار والسداد الشهري. خلاص انا خرجت بره الدائرة دي، انا لما اعمل كده ابقى سلمت المحامين. طيب نسأل سؤال تاني، القانون ده صدر امتى؟ صدر امتى يا محامين؟ لو ما عرفتوش تبقى مش كويس. بقالنا 3 سنين وشوية ما فيش محامي اتقدم للمحاكمة لا بالتهرب ولا بعدم تقديم اقرار ولا بعدم سداد شهري. ليه؟ عشان احنا عملنا البروتوكول ده. المحامي هو الفئة الوحيدة اللي تميزت في قانون القيمة المضافة، الفئة الوحيدة، ما فيش حد تاني، كله بيدفع بالطريقة بتاعت القانون. طب انت اسيبك تدفع 10%؟ اسيبك تقدم اقرار كل شهر؟ اسيبك يعني في النهاية لما نسيطر على ده كله ونحطه تحت اقدام المحامين علشان تبقى مستريحة وتبقى بنقول نصل الى حلول وسط، و20 ده مبلغ معقول في الجنحة، وال40 ما معقول في الجنحة المباشرة المستأنفة، وال60 معقول جدا في الجناية. لما نقول ده يبقى احنا عملنا حاجة صح، انما احنا ما بنتعاقبش على انجازاتنا، احنا بنعاير بالانجاز اللي احنا عملناه، بنعاير بيه.
للأسف شديد الناس لا تخجل. ومع ذلك ومع ذلك ومع ذلك احنا رافعين طعن قدام محكمة دستورية ولسه في المفاوضين، ولو تحكم لصالحنا في الدستورية انتهى الموضوع. ما تحكمش، ادينا حطينا قواعد تخفف المعاناة عن المحامين وتجعل المحامين في مكان في اماكن مكانهم الصحيح. نقابة المحامين يا اخواننا هي النقابة الوحيدة اللي وقفت او لغت قرار صدر من وزير المالية بالتحصيل تحت حساب ضريبة المهن الحرة اللي كان رافع فيها الفئات، اللي محامي النقض يدفع 200 والمحامي الاستئناف يدفع 100 والمحامي حط كانوا حاطين جدول كده. احنا لغينا ده، وخلال 4 ايام كان قرار جديد طالع بيتكلم عن الجنحة، وبيتكلم عن الجنحة المستأنفة، وبيتكلم عن الجناية مش على درجة قيد المحامي، علشان يبقى الحساب اللي مدفوع تحت حساب الضريبة يبقى مدفوع بشكل معقول. وبتاعنا كان بشكل مع 10 جنيه و20 جنيه و30 جنيه، كلام في كله لصالح، بيصب في النهاية لصالح المحامين ولصالح حسابات المحامين. دي إنجازات احنا عملناها المساواة الضريبي. ما ينفعش حد يقول لي سلمونا من الضرائب. لا يا باشا، احنا انقذناك من الضرائب، احنا وضعناك في مكان، عززنا من مكانتك ومن مكانك متميزا عن كل النقابيين وكل المهنيين الاخرين. احنا النقابات الاخرى طلبت مننا نعمل لهم بروتوكول زي بتاعنا علشان يعاملوهم زي ما بيعاملونا. طيب ايه اللي احنا بنتحاسب عليه تاني؟